مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد متابعة حضراتكم جميعا من خلال هذا اللقاء المتجدد من برنامج وقولوا للناس حسنى. ونحن ما زلنا نعيش في أيام النفحات والرحمات والبركات من الله سبحانه وتعالى، أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية وعلى مصر بكل خير يا رب العالمين. بعض الناس يظن أن هذا الصيام به عطش شديد وبه جوع، وهذه حقيقة، ويظن الناس أن الصيام إنما هو تأديب بالجوع والعطش، ولكن هذا الكلام غير صحيح. ولكن مفهوم الصيام الحقيقي إنما هو تهذيب للنفس وتقوية للإرادة والعزيمة. كيف يكون الإنسان صابرا؟ الإنسان يشعر أنه مدفوع إلى فعل الخير، الإنسان يشعر أنه معان من الله سبحانه وتعالى على قراءة القرآن وعلى الصلاة، ولا بد ألا يفرط الإنسان في هذه الدقائق التي نعيش فيها الآن، فهي أوقاتها عند الله معظمة وساعاتها عند الله سبحانه وتعالى مكرمة. وسيدنا الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول: لقد أدركت أقواما كان الواحد منهم أشح على عمره من درهمي. فإذا فرطنا في هذه الساعات المكرمة وهذه اللحظات الميمونة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فكيف نحصل فيها الزاد إلى يوم القيامة؟ الصيام إنما هو فريضة من الله سبحانه وتعالى تؤتي ثمرتها، ولها ثمار متعددة. ومن ضمن هذه الثمار التي ذكرها الحق تبارك وتعالى بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما هي ذي التقوى المنشودة في هذه الآية الكريمة؟ دعوني في أول اللقاء أرحب بكم جميعا، كما أرحب أيضا بضيوفي الكرام. أرحب بفضيلة الشيخ محمد غنيم من عظماء وزارة الأوقاف، مرحبا بفضيلتكم مرة ثانية. أهلا ومرحبا بسيادتكم والسادة المشاهدين. كما أرحب أيضا بفضيلة الشيخ محمد السعيد عطلة من علماء وزارة الأوقاف، مرحبا بفضيلتك. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين أجمعين. كما أرحب أيضا بالزميل رضا عبد المنعم مترجم الإشارة في هذا اللقاء. يعني دعني أبدأ بفضيلتكم فضيلة الشيخ محمد السعيد عطلة، ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام والقيام يا رب العالمين. ولكن الصيام له ثمرات منشودة أشار القرآن إليها، ناهينا عن الأخلاقيات التي نادى بها القرآن ونادى بها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصائم صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة، إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة، وفتح لهم به أبواب الجنة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الخلق وممهد السنة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجحنة. أما بعد، فإن العلماء تحدثوا عن الثمرات الكبرى السبعة للصيام. الثمرة الأولى أن الصيام يقي صاحبه من النار، فالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. الله. الثمرة الثانية أن الصوم سبب لدخول الجنة، فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما تحدث مع أصحابه عن غرف الجنة قال: غرف الجنة لمن أدام الصيام وألان الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم غرف الجنة لمن أدام الصيام، قال: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فقد أدام الصيام. الثمرة الثالثة أن الصيام يروي صاحبه من عطش يوم القيامة. فقد أخبرنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض الثلاثة في وسط كل شهر هجري أو عربي، كان حقا على الله أن يرويه يوم الظمأ، يعني يوم القيامة حينما يشتد العطش بالناس. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة بابا يقال له الريان، من الري والارتواء، لا يدخله إلا الصائمون. من ثمرات الصيام كذلك أن الصيام يكون سببا للشفاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. من ثمرات الصيام أن الصيام يكون سببا لإجابة الدعاء، فللصائم عند فطره دعوة لا ترد. من ثمرات الصيام الحفاظ على الصحة، صوموا تصحوا،
وقد أثبتت العلوم الطبية الحديثة أن صيام رمضان وأن صيام الثلاثة أيام القمرية تنقي الجسم من السموم والسمنة وما شابه ذلك. كذلك الثمرة السابعة من ثمرات الصيام أنه يرتقي بالجانب الروحي في النفس البشرية. الله. فالنفس البشرية فيها جانب طيني وفيها جانب روحي. ومن المعلوم أن الروح والبدن هما جماع النفس، وفي الحديث الذي رواه ابن عباس: لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن، فتقول الروح للبدن: أنت عملت السيئات، فيقول البدن للروح: وأنت أمرتني. فيبعث الله ملكا ليقضي بينهما، فيقول لهما: إنما مثلكما كمثل مقعد وأعمى، شخص مقعد وشخص أعمى. دخل بستانا فيه ثمر، فرأى المقعد ثمرا فقال: إنني أرى ثمرا معلقا في البستان لكنني لا أستطيع النهوض إليه. فقال الأعمى: إنني أستطيع الوصول إليه لكنني لا أراه. فقال له المقعد: تعال فاحملني وامشي بي حيث أمرك. فحمل الأعمى المقعد ومشى به حتى وصل إلى الثمر فقطفه. قال الملك: فعلى أيهما تكون العقوبة، أي عقوبة السرقة؟ قال: عليهما معا. فقال الملك للروح والبدن: فكذلك أنتم. فتح الله لك. وأرجع إلى فضيلة الشيخ محمد غنيم، وأخذ كلام فضيلة الشيخ محمد، ونقول الصيام له ميزة عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا له خاصية في نفوسنا نحن جميع المسلمين. يكفي الصيام فخرا وشرفا أن الله سبحانه وتعالى جعل جزاءه ونسب الصيام إلى نفسه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ألا ترى ملمحا عظيما من خلال قول النبي عليه وسلم في خاصية الصيام وميزته؟ الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. الصيام جنة، الصيام وقاية. ويكفي شرف أن الله عز وجل قد نصب الصيام لنفسه، فقال: والصيام لي وأنا أجزي به. فإذا كان صيام يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرئ صائم. قالها النبي ثلاثة صلى الله عليه وسلم. الصيام لي يتولد فيها قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حيث أن التقوى هي المراقبة الفعلية والرادار البشري الذي يعطيه الله عز وجل للصائم، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. الصيام لي وكأن الله عز وجل جعل لنفسك مراقبة على نفسك، حيث قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، إن الله كان عليكم رقيبا. فالصيام عندما يكون لله عز وجل، الإنسان طيلة النهار ليس عليه رقيبا فعليا في إرادته إلا الخالق سبحانه وتعالى. فكثيرا منا ربما يدخل في غرفة ويأكل ثم يخرج وكأنه صائم، ولكن من الذي يعلم مكنون الضمير؟ الله. من الذي يعلم السر وأخفى؟ الله سبحانه. من الذي يعلم الخفايا؟ إنه الحق تبارك وتعالى. ولذلك العبادة الوحيدة التي نسبها الله عز وجل بالتشريف لنفسه أنه قال: والصيام لي وأنا أجزي به. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الأمة جميعا، أن الصحابة الكرام كانوا يعيشون في هذا الملحظ الإلهي، كان عامهم كله رمضان، فكانوا يستقبلون رمضان قبله بستة أشهر وكانوا يدعون رمضان بعده بستة أشهر، فتولدت عندهم الرقابة الإلهية في كل ما يصنعون وفي كل ما يفعلون، بل كل ما ينظرون وكل ما يتحدثون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويكفي أن النبي لما صعد المنبر في أول رمضان صعد المنبر فقال: آمين، ثم الثانية فقال: آمين، ثم الثالثة فقال: آمين. فسأله سيدنا عمر وكان عنده لب وفصاحة وبيان وله موافقات في الشرع، قال له: يا رسول الله، لما صعدت في الدرجة الأولى قلت آمين، قال: أتاني جبريل وقال لي: يا محمد، ويل لمن أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل بهما الجنة، فقلت آمين. ثم الثانية قال لي: يا محمد، ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين. أما الثالثة فقال: ويل لمن سمع اسمك ولم يصلي عليه صلاة وسلم وما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، فقلت آمين. إذن الملحظ عندما ينسب الصيام لله
أن تعيش في مراقبة فعلية في كل قولك وفي كل فعلك. نعم، فتح الله لك فضيلة الشيخ محمد غنيم. مشاهدي الكرام، هو سؤال يطرح نفسه وإحنا ما زلنا في هذه الأيام المباركة، نصوم ونقوم لله سبحانه وتعالى، لكن بعض الناس يقول أنا بشعر بالضعف، بشعر بعدم قوة الإرادة، عدم قوة التحمل. أنا هقول لك كيف نجعل من الصيام قوة للإرادة والتحدي والتحمل المشاق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وتشعر أنك مدفوع من الله إلى فعل الخيرات. هذا ما نعرفه، ولكن بعد عودتنا جميعا من الفاصل فكونوا معي. عدنا لكم مشاهدي الكرام من جديد، وأجدد الترحيب بحضراتكم جميعا، كما أجدد الترحيب بضيوفي الأعزاء الكرام معي في هذا اللقاء. وأرجع إلى سؤالي إلى فضيلة الشيخ محمد السعيد عطلة، وأقول لحضرتك يمكن النهاردة في ناس بتشاهدنا ويقولوا أنا ممكن أنا بحس كده بخمول وأنا رايح شغلي، الصيام بيعمل لي عملية كسل، عدم تحمل وعدم إرادة وعدم قوة نفس. كيف نصوب هذا الكلام وكيف نصحح هذه المفاهيم بأن الصيام إنما هو للقوة والمشقة والتعب أيضا، ولكن يربي في الإنسان العزيمة؟ علاج هذا الأمر هو أن يرتقي العبد بنفسه من مرتبة الصيام إلى مرتبة الصوم. نعم، فهناك فرق لغوي بين الصيام والصوم. الصيام مجرد امتناع عن الطعام والشراب والجماع والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأما الصوم فهو امتناع عن الكلام القبيح، امتناع عن النظر إلى القبيح، امتناع عن الاستماع إلى القبيح، يعني صوم الجوارح. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة، يعني وقاية وحماية لصاحبه. ومن رحمة الله عز وجل أنه قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولم يقل كتب عليكم الصوم، لأن الصوم أصعب وأعلى درجة من الصيام. ولذلك نجد أن الحق سبحانه قال في شأن السيدة مريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، كان امتناع عن الكلام. كذلك ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه حتى يمتنع عن كل ما حرم الله، لأن بعض الناس يحسبون أنهم يحسنون صنعا مع أنهم الأخسرون أعمالا والعياذ بالله. يعني يصنعون الحسنات ولكن يجمعونها في وعاء مثقوب فتحبط أعمالهم والعياذ بالله. سلام يا رب. يصوم ويجوع ويعطش لكنه يسب ويشتم، وعاء مثقوب، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يصوم النهار ويقوم الليل لكنه قاطع لرحمه مخاصم لذويه، وعاء مثقوب، ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم قدر شبر. رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساقط أي غاضب، وأخوان متصارمان يعني متخاصمان. هذه الأمور تحبط الأعمال، فينبغي على العبد أن يوطن نفسه على أن يرتقي بنفسه إلى صيام الجوارح الذي يرتقي به إلى الصوم. نعم، نأخذ من طرف كلامك حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجع به إلى فضيلة الشيخ محمد غنيم، ولفضلتك يعني فضيلة الشيخ محمد سعيد عطلة ذكر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش، ورب قائم أي يقيم الليل ويصلي الليل حظه السهر. كيف يكون يصوم الإنسان ويمتنع عن الطعام والشراب ويقوم الليل ويصلي خلف الإمام صلاة التراويح ثم بعد ذلك يذهب هذا هباء منثورا؟ يعني عشان الأخلاقيات ينقص من صومه بقى ولا هيبطل الصيام نفسه؟ الناظر في هذا الحديث يجد أن من الأمور الفقهية التي يجب أن يقف عندها الإنسان أن نبني الساجد قبل المساجد، فكثيرا منا ربما يصلي وصلاته مردود، وكثيرا منا ربما يصوم وصيامه مردود، ولكن هو امتنع عن الطعام والشراب فأخذ الأجر على ذلك ولكن انتقص من صيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، عندما يتقوى الإنسان ويجعل هذا الصيام في إرادته أن يقوم أخلاقه وسلوكياته فهو الذي قد فاز كما بين ذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو تربية النفس يا فضيلة الشيخ محمد، وتهذيب النفس. صحيح. والإرادة. فكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية أي حماية. وكأن علاج هذه الأمة
الذي نراها فيه جبح من المعاصي والذنوب واستهتار بآيات الله وبلقاء الله عز وجل، هذه الصيام هو جبح لهذه النفس وتقويم لهذا السلوك، كما بيّن ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا يوسف عليه السلام لما وضع على خزي الأرض وجلوه صائما دائما صوام، فسألوه لماذا تصوم وأنت على خزائن الأرض؟ قال أخاف وأخشى أن أنسى الفقير الجائع. فلذلك لما جاء الصيام جاء لكي يقوم سلوكنا وإرادتنا وأن تكون عندنا عزيمة. وهذا نداء من هذا المنبر، وقول للناس حسنى، الذي منع نفسه عن الترخيم من الفجر إلى المغرب بإرادته أن يمنع نفسه عن المعاصي طيلة العام، صحيح، الذي جمح نفسه عن رؤية الحرام من الفجر إلى المغرب ربما يكون ذلك إرادة على أن يمنع النظر الحرام طيلة العام. فهذه مدرسة الصيام تنادي على جميع البشر أن الحل في أيدينا لو أننا تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. نعم. ولكن نجد أن الصيام في هذه الآونة الأخيرة التي نحياها في هذه الأيام أصبحت موائد تؤكل، أصبح الصيام عبارة عن موائد تؤكل وتفرغ. ولكن يجب على الإنسان أن يكون عنده ثلاثة أمور حتى يلقى الله في الصيام: التخلية والتحلية والتجلية. التحلية، التخلية هو أن يخلي نفسه من المعاصي والآثام النفسية والروحية والاجتماعية حتى يحليها بالتقوى والعمل الصالح والوفاء بالعهد والأمانة، حتى يجليه الله عز وجل فيقول: والصيام لي وأنا أجزي به، فتح الله لك. يعني فضلت الشيخ محمد سيد أطلع، بعض الناس يصرف في موضوع الطعام والشراب على المائدة، يقول لك إحنا صايمين فعايزين لحمة كتير، عايزين فراخ كتير. وأنا أظن أن الصيام يعني من ضمن دروسه المستفادة هو الزهد في الدنيا، وأيضا أن نشعر بالفقراء والمساكين والمحتاجين، فلا داعي لهذا التبذير. بعض الناس أيضا تبص لإيه مثلا، يوم خرج فلوس كتير جدا موائد رحمن وشنط، يقول لك أنا أخصمها من الزكاة، ويوزع هذا الكلام على أقاربي وأصدقائي. ما رأيك في هذا الكلام؟ وهل فعلا هذه الصور إنما تعد يعني غير مقبولة في الإسلام؟ يقول الإمام الشافعي عليه صحائب الرحمة: جمع الله الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن الإسراف في الطعام والشراب أو الإسراف في كل شيء يخالف منهج الوسطية الذي عليه الإسلام. وأما بالنسبة لهؤلاء الذين ينفقون زكاة أموالهم في الأطعمة والأشربة التي تقدم للفقراء، اعلموا أن هذه الأطعمة هي صدقات، نعم، تؤجرون عليها، أما زكاة المال فتخرج من المال. نعم. وينبغي أن يعلم الإنسان أن الصيام فرض تهذيبا للنفس البشرية وليس تعذيبا لها. يعني هاخد من طرف كلامك وارجع الى فضيله الشيخ محمد غنيم، واقول له حضرتك احنا عندنا قاعده جميله قوي بتقول، وبقول للساده المشاهدين بقول لهم يعني: ما لا يدرك كله لا يترك كله. فبعض مثلا الناس ممكن يقول: يا جماعه انا قصرت، اللي بيسمعونا دلوقتي انا قصرت في اول الايام الماضيه في حق رمضان، اخلاقي ساءت فيها نوعا ما، تركت بعض الصلوات، افطرت يوما. فانا اقول له: ما لا يدرك كله لا يترك كله. كيف نطبق هذه القاعده على بقيه هذه الايام التي نحيا فيها ان شاء الله؟ يعني يجب على الانسان ان يقرا القران ويجلس في حلق الذكر ويصلي في الجماعات ويحاول بقدر الاستطاعة أن يكون له ورد يوميا، لأن الله عز وجل قال: الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وباب التوبة مفتوح لا يغلق، وبالذات في الصيام كما بيّن ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يمرض ولكن لا يموت، صحيح، كما أن الأمة تمرض لكنها لا تموت. ولذلك قال النبي: في الصيام صوموا تصحوا. ولكن في هذا الحديث يجب أن يكون الصحة في كل شيء، في قراءتك وتدبرك للقرآن، في التفافك حول السنة، في السحور، في الإفطار، في العطف على اليتامى، في إقرار الفقير. يعني رسالة إلى شبابنا وإلى كل من يسمع الآن: كيف نجعل من الصيام تهذيبا للنفس وتقوية وتربية للإرادة، ويبعث في نفوسنا جميعا الهمة بمراقبة الله عز وجل في السر والعلن؟ نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأعلمن قوما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة بيضاء، حسنات كبيرة وكثيرة، فيجعلها الله هباء منثورا. لما يا رسول الله؟ كانوا إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. نعم، يعني فضلت الشيخ محمد محمد غنيم، ونحن نسعد في هذه الأيام المباركة بنفحات ورحمات الله سبحانه وتعالى، نسأل الله تقبل منا جميعا. أرجو منك الدعاء حتى يصعد إلى ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صلى الله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم يسر لنا أمورنا وفرج عنا كروبنا واقض عنا ديننا واشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا. اللهم رد مسافرنا وأمن غائبنا وتقبل صيامنا واجعلنا من الذين نالوا في أول هذا الشهر رحمة واجعلنا من الذين ينالون في أوسطه مغفرة وفي آخره عتق من النار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم اهد بالقرآن أولادنا واستر بالقرآن بناتنا. اللهم نور بالقرآن قبورنا ونور بالقرآن بيوتنا. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل مصر واحة الأمن والأمان، رخاء سخاء هي وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. ربنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان ونحن في أتم صحة وفي أحسن حال يا رب العالمين. مشاهدي الكرام، تقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين جميع الأعمال الصالحة خالصة لوجهه الكريم، وجعل هذه الأعمال زادا لنا أمام الله يوم القيامة. مشاهدي الكرام، أشكركم في نهاية اللقاء على حسن المتابعة، كما أتقدم بخلص الشكر والتقدير لفضيلة ضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد محمد غنيم من علماء وزارة الأوقاف. أشكرك يا مولانا على هذا اللقاء، وتقبل الله منا منكم جميعا. كما أتقدم بخاص شكر التقدير أيضا لضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد السعيد عطا الله من علماء وزارة الأوقاف. أشكرك يا مولانا على هذا اللقاء، وكل عام حضرتك بخير، وتقبل الله منا منكم جميعا يا رب العالمين. مشاهدي الكرام، أترككم في رعاية الله وأمنه، وتقبل الله منا ومنكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.